السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة ثانوي، أهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد مع تدريبات درس 12 من كتاب هلو. يلا بينا على طول. الدرس ده بيتكلم على حروف الجر الزمنية وعلى كنتن وفيردن، الطلب الايه المهذب. خدنا حرف جر اسمه ناخ، وستوديوم دراسة أداتها دس، أي كلمة أخيرة أو إم أداتها دس، الدس والضطيف تبقى ديم. اللي بعديها بيقول له نقط المدرسة، أذهب مباشرة إلى النادي، يبقى بعد المدرسة ناخ مش أثناء المدرسة. نقط الامتحان، يجب أن أنا أذاكر كويس قبل الامتحان. ناخ حرف جر بيعمل ضطيف، شتاد ووند فارت أداتها دي، دي في الضطيف دي، يبقى بعد الجولة. جروب الرحلة هيرجع إلى الفندق. نقط العمل، المدير بيشرب قهوة كتير، ربما 5 أو 6 مرات، يبقى الإجابة أثناء باي. اللي بعديها أقدر أستلم الساعة إمتى؟ قال له في خلال نص ساعة. إن أنت إمتى هيكون عندك وقت تاني؟ قال له بعد أيام الأجازة، الإجابة ناخ. اللي بعديها متى تعود؟ قال له في خلال نقف. لو قال لي فوخه واحد كنت قلت أين، لكن هنا بيقول له فوخن، يبقى أنا عايز عدد دغاي. اللي بعديها بيقول له ممكن تبعت لي فني، قال له في خلال دقيقة هيكون عندك، الإجابة إن. بيقول له امبارح الدنيا مطرت كتير، نقط المطر، مطر دي أداتها ديع، الديع في الضطيف تبقى ديم، تبقى بايم. أثناء المطر، أخويا كان بيجري في الشارع لأنه بيستمتع بكده، كان لديه متعة، بيحب يجري في المطر. الجملة اللي جاية بيقول له فيا كومن، إحنا هنيجي هنصل المحطة في إن، دي بتعمل ضطيف، شتوند ساعة أداتها دي، دي في الضطيف دي أين، في خلال ساعة. مين هيجي ياخدنا؟ هل بتحبوا تلعبوا؟ هل هتلعبوا تفضلوا أو غالبا شبيلت إيه أوفت أم كمبيوتر؟ هل تلعبوا غالبا ما تلعبوا على الكمبيوتر؟ قال له أيوة طبعا، بس فقط بعد الواجب. انتوا بتلعبوا كتير على الكمبيوتر؟ قال له اه طبعا، بس بعد الواجب. الواجب كلمه جمع، الجمع دين بلوس ان، ما لم تكن اخرها ان، هاوس اوف جابن هي اخرها ان، مش هنضيف لها. الجمله اللي جايه بيقولوا نقط حصه الالماني، احنا كتبنا املاء، يبقى اثناء حصه الالماني. انت غشت، دي اداتها دي، لا اداتها دي، الدير في الضطيف دي تبقى بايم. لو قال لي دويتش شتوند كنت خدت باي دي. اللي جايه بيقول له هاي ماما ايش بين يتست ام بانهوف، يا امي انا دلوقتي في محطه القطار، في خلال 10 دقائق ان شاء الله القطار هيطلع، الاجابه ان. حد بيقول لمامته قول لها انا وصلت محطه القطار والقطر بتاعي يطلع في خلال 10 دقائق. الجمله اللي جايه احنا دلوقتي بنتفرج على فيلم، نقط الفيلم هننام على طول اكيد بعد ناخ. اللي جايه بيقول له هلو جيسكا، قطارنا للاسف لدي فريش بيتونج تاخير، ايش فايس نيشت، انا ما اعرفش، كومت يا جناو ان ميونشن، ان يصل في مدينه ميونخ متى؟ تقول لها القطر هيتاخر، انا ما اعرفش هيصل مدينه ميونخ امتى. فولن فير تزامن، تيجي نلعب كوتشينا؟ فقال له فكره جيده. نقط المباراه، يجب ان احنا اولا نعمل الواجب، حلوه جدا، قبل المباراه قبل اللعب. بيقول له تيجي نلعب كوتشينا؟ قال له اوكي احنا انا موافق، بس قبل اللعب احنا لازم نعمل الواجب. وهنا فيرتش اللي قلت لك عليها، فيركش يعني نكون خلصنا الواجب. جروب الرحله بيعمل جوله، نقط الجوله يقدر يزور البيت اللي اتولد فيه موتسارت. الجروب هيعمل الان جوله، نقط الجوله بعد الجوله. طب ما ينفعش اثناء، ما هي بايم دي اختصار باي ديم، ومفيش ديم ديم، مفيش توكيد لفظي في الالماني. المال المال، الحب الحب، فاكرين الجمله دي بتاعت الليمبي؟ طبعا مفيش توكيد، في هنا ديم ودي اختصار باي زائد ديم، يعني دي مشبوك فيها ديم، باي زائد ديم، فما تنفعش باي ديم ديم، يبقى الاجابه ناخ. هو دلوقتي هيعمل جوله وبعد الجوله هيقدر يزور. صوره سايت يعني حاليا انا بعمل كورس، ايش هوف، اي هوب، اتمنى. نقط سنه، اقدر اكون خلصت الالماني وبقيت كويس في الالماني. فليسند يعني جام فليسن كده،
يمر او ينبع، اكون بتكلم الماني كده باسترسال وبقيت كويس يعني، يبقى الاجابه في خلال سنه، الاجابه ان اينم. اللي بعديها هاي لوكاس هاز تو دو انتون جيزين، انت شفت انتون؟ قال لي ايوه امبارح بالليل نقط التسوق انا قابلته. فين يا سيدي نقط التسوق ده؟ في التسوق، اثناء التسوق. مهم لينا فايس دو، يا لينا انت عارفه متى تحتفل مونيكا بزفافها هوخت سايت يعني زفاف؟ قالت لها ان اينا، يبقى انا عايز كلمه اداتها دي، مونات شهر اداته دي وبتاخد اينم، ودي اداتها دي ودي اداتها دس، يبقى الاجابه في خلال اسبوع. في ان اينن شتوندن، في خلال ساعات. رايست ماني فاميلي انسمير، عيلتي هتسافر الى البحر قبل الرحله، الرحله دي اداتها دي تبقى دي. اللي بعده في خلال يوم يسافر، هيعود لارس بالطيران الى المانيا مباشره بعد العوده، يجب ان هو يروح يزور جدته في برلين بعد العوده، اكيد مش قبل العوده ولا اثناء العوده. 24 تيمو، احنا بنخطط لجوله بالدراجات، بيقول له عندك اجازه؟ قال له في خلال 20 يوم، يبقى فن. اللي بعديها اخويا لازم ياخد قرصين كل يوم، واحد بعد الفطار وواحد نقط العشاء، العشاء ده دص، الدص في الضطيف هتبقى ديم، يبقى الاجابه فوا ديم. اللي بعديها بيقول له تذهبوا للرياضة، قال له بعد حصة الموسيقى ثم إلى البيت. اللي بعديها بيقول له نقط التدريب، بيقول له أنا في خلال 20 دقيقة، في خلال 20 دقيقة أنا عندي تدريب، نقط التدريب مش مسموح لي آكل حاجة قبل التدريب، قبل، لكن بعد ممكن تاكل طبعا. اللي جاي بيقول له تيجي نتمشى شوية كده سيكا، يعني ضيع وقت كده ولا حاجه، زي محمد عماد كده مقضيها في العجوزه يعني. بيقول له تيجي نتمشى شويه كده، قال له لا احنا لازم نقط الساعه 7 نكون في الاوبرا، الحفله هتبتدي الساعه 7 بالظبط، قبل الساعه 7 مش بعد الساعه 7. وبعدين يا سيدي الجمله اللي بعديها بيقول تاج، الجمله رقم 29 بيقول انا عندي ميعاد للمساج لمده ساعه، نقط الميعاد نقدر نعمل حاجه تسوزمن بعد الميعاد او بعد التدريب. الجمله اللي جايه بيقول نقط العمل، يذهب كارل يتمشى ثم، يبقى قبل العمل طالما قال ثم. اللي بعديها بيقول له ايه؟ الجمله بتقول متى يبدا الكورس؟ قال له ابتداء من يوم الحد، الإجابة أن أب. كم المدة اللي المحل فيها فاتح؟ المحل فاتح لمدة قد إيه؟ قال له أعتقد لغاية الساعة 10، الإجابة حتى، الإجابة بيس، أعتقد لغاية الساعة 10، لغاية دي يعني حتى، هو فاتح لإمتى؟ قال له لغاية الساعة 10. اللي جاية الإجابة فيها أب تبقى أب فن أو فن. يلا يا سيدي، بيقول له هير مولر زي كونن دين فوتو ابارات، حضرتك تقدر تستلم الكاميرا ابتداء من الساعة 8 بالليل. الإجابة فيها بيس يبقى بيس فان أو في لانج، مفيش بيس فان. الإجابة فيها أب تبقى أب فان. يلا. بيقول له أنا محتاج العربية يوم كمان، أقدر أخليها معايا لغاية بكرة إلى الغد. إلى الغد، ممكن أخليها معايا لغاية بكرة؟ يا عم أوكي ولا يهمك. انت امتى هتعمل اوس بيلدونج التأهيل بتاعك ده؟ قال له مونات، بيقول له ايه؟ ابتداء من الشهر اللي جاي، ام نيكست مونات، الاجابة اب. في لانج، كم المدة اللي انت محتاجها لعمل الواجب؟ لغاية الساعة 7 بس حتى. اللي جاية في الاجابة اب، يبقى نسأل بفن او اب فن، الإجابة فن. ماريا أنا لازم أمشي دلوقتي، قالت خلاص أوكي تشوس بيسيش بيتر، أراك لاحقا، سي يو ليتر، أشوفك بعدين. الإجابة هنا فيها بيس ميد فوخ حتى الأربعاء، يبقى بيس فن، ما تنفعش فن. يا عم الإجابة أهي أهي. اللي بعديها بيقول له إيه؟ كم المدة اللي محتاجين فيها الملعب؟
قال له ساعتين بالضبط. قال له ميتر نخت. ميتر نخت، ميتر نخت يعني منتصف الليل. الإجابة بيس، هو سأل بفي لانج، يبقى الإجابة بيس لغاية منتصف الليل. فان هاست تو دو بغيفونجن، امتى عندك امتحانات؟ قال له هنا في جدول اهو، زي مال انظر، زي بيجنن هتبتدي ميت يوني، ابتداء من، هتبتدي ابتداء من منتصف يونيو. الحفلة هتبتدي، هتبدأ ان شاء الله كده ابتداء من الساعة 7. ما ينفعش تبدأ حتى الساعة 7 يا عم، يا عم حرام عليك. اب فان، يبقى الإجابة فيها اب. يلا يا سيدي اللي بعديها، بيقول له بيس، اكيد بيس فان يعني. اللي بعديها انا بشتغل حاليا 6 ساعات لكن الاسبوع القادم 8 ساعات. ابتداء من الاسبوع القادم هشتغل 8 ساعات. التصليح محتاج وقت كتير، ربما مونتاج نخمتاج يوم الاثنين بعد الظهر، حتى يوم الاثنين بعد الظهر. فن في هنا اب، بيقول له انت امتى هترجع المدرسه؟ قال له ابتداء من اينمتاج، مش هتنفع، ولا 3 ايام، لا مش هتنفع، ولا اسبوع، يبقى ابتداء من يبقى موجب بعد غد، افتر تومورو، من بعد بكره ان شاء الله هنرجع المدرسه. بيقول له في شهر ابريل انا هعمل تاهيل، هذا ربما يستغرق، بس اند يونيو، حتى يستغرق لغايه شهر يونيو. كم المده التي تستغرقها البريك الفصحى يعني، ميتاكس باوز، لغايه الساعه 1 الا 5، 5 فور 1. هاي بتينا، هل عندك وقت النهارده؟ انا عايز ازورك. قالت لها اوكي، ابتداء من الساعة كذا انا بكون في البيت. ده فوها بيش فيلت سوتون، ابتداء من الساعة 8 بكون في البيت، قبل كده عندي حاجات كتير اعملها. الاجابة هنا فيها اب، تبقى اب فان، مفيش اب فان، تبقى فان بس. انا لازم اشتغل لغاية الساعة 5، نقط الساعة 5 نروح نتمشى، ابتداء من الساعة 5. اللي بعديها الاجابة فيها اب، يبقى نسأل بفان او اب فان. هلو، هل انجيلا موجوده؟ ده فقال ايه، ناين، هي في الكورس، اتصل، عاود الاتصال بيها، ارجع اتصل بيها. نقط الساعه 6:30، هالب زيبن، يبقى ابتداء من الساعه 6 عاود الاتصال بيها، ارجع اتصل بيها الساعه 6:30. بيقول له من فضلك اقدر اعدي النهارده بعد الظهر؟ قال له ما فيش مشكله، احنا فاتحين لغاية الساعة 10، ولا يهمك، تعالى احنا فاتحين لغاية الساعة 10. ايه لغاية دي؟ حتى الساعة 10. بيقول له بيس اند ماي هابن فيك كاين ترمين، للأسف ما عندناش مواعيد لغاية نهاية شهر مايو. حضرتك تقدر يكون عندك ميعاد ابتداء من أول يونيو، ابتداء من أب. اللي بعديها هانس بيقول ايه، أنا سمعت إن أنت حاليا بتعمل بغاكتيكوم تدريب. فقال له يستغرق، قال له اعتقد 3 اسابيع. كم المده؟ في لانج، طب ما فيش في لانج، بيس فان بلايبس تو دورت، لغايه امتى هتقعد؟ قال له لغايه او هيستغرق 4 اسابيع. طبعا 4 اسابيع مش هينفع اسال عنها في فان ولا اب فان كويس، ولا في فيله، في فيله لو كان قال له في فيله فوخن مثلا. طبعا حروف الجر الزمنيه القديمه دي تعالى برضو هنحل عليها. حرف الجر بيجي مع الساعة اسمه ام. اللي بعديها اوغست، شهر، يبقى الاجابة ام. الشهور والفصول والسنة بياخدوا ام. بيقول له المدرسة دوت، حلوة جدا، حلوة جدا. طبعا الناس اللي بتحل بالشبه، يا عم اقرا يا عم، في بيس، يبقى فن. اللي جاية بيقول بعد الظهر انا اروح اتسوق، ام نخمي تاج، اوقات اليوم، ايام الاسبوع، التاريخ، نهاية الاسبوع، وكلهم في يوم مد. اللي بعديها بيقول له انا هقعد هنا لمده 2 اسابيع فيها، ثم هارجع الى سويسرا. بيقول له امتى اشتريت النظاره الشمس دي؟ هنا في فوق، فوق بتعمل ضطيف، يار سنه، سنه داتا دس، الدس في الضطيف ديم، تبقى اينم. كان في حد بيقول لنا كده، يوم وشهر وسنه، ادي اينم،
بتيجي مع تاج مناطير يوم يوم ما يطبعوا في الاغنيه بتاعت عبد الحليم لو انت عارفها يعني، يوم وشهر وسنه بياخدوا اينم طبعا زي مستر بتيجي معاهم يعني. الاجابه فيها هنا ام نسال بفن او ام في فيل اور. طب ما فيش ام في فيل اور، طب ما تختار في فيل اور يا حبيبي. في فيل اور هيجي معاها الساعه من غير حرف الجر ام. امتى احتفلت بعيد ميلادك؟ من ست ايام. فن هاز تو دو دايننج ووست تاج فاير زيكس تاج فون زيكس تاج من ست ايام فن. طب لو حطيت فور في الجمله دي، لو حطيت فور كان لازم يقول كده، كان لازم يقول تاجن. ليه ليه ليه؟ عشان فور بتعمل ضطيف، ولكن هي تاج كده اكوزاتيف فن او ما اتغيرتش. بيقول له كام المده اللي انت لسه عندك فيها اجازه؟ قال له في لانج مش هتنفع فيها ولا دي. انت عندك اجازه؟ قال له منذ 10 ايام. في هنا فيا بتعمل اكوزاتيف، دي اداتها دي، دي تفضل زي ما هي في الاكوزاتيف اين. الجمله رقم 11 بيقول له ليه انت بتذاكر كتير بالليل؟ قال له بيكون الجو هادي. احسن وقت للمذاكره يا سيدي الصبح، رتب اليوم من اوله، في البكور بركه. الجمله اللي جايه فيه ام يبقى عايزين شهر او فصل او سنه. الشهور والفصول والسنه بيجي معاها حرف جر اسمه ام، يبقى الاجابه زوما. مجدي شتوديرت زايت، زايت ده حرف جر بيعمل ضطيف. تسفاي عدد، يبقى لازم الكلمه اللي جايه يكون اخرها ان، لان الجمع في الضطيف يبقى ديم بلوس ان. بيقول له معذره بقى هتنتظر هنا كتير او انت منتظر هنا من كتير؟ قال له ايوه منذ زايت. طبعا اللي بيحل بالشبه هنا دي مش فارست دي فارتست، ينتظر مش كان. هل الطياره لديها تاخير؟ قال له يا عم هي هتهبط، هل بتغير الساعه 2:30 ام. اللي بعديه فوخن اند تاخد ام. اللي بعديها في زايد بتعمل ضطيف، مناط شهر اداته دي تبقى ديم تبقى اينم. باور يريد زيمستر، زيمستر ده اداته دس. روم شتوديرن، طيب يا سيدي في اين. طب دي ما دي ماضي ودي عايزه كلمه اداتها دي، يبقى دي مش هتنفع، دي مش هتنفع، فاضل دي وفاضل دي، دي اداتها دي برضو مش هتنفع، يبقى في اين. اللي بعديها في بتعمل اكوزاتيف وفي عدد، يبقى انا هختار كلمه جمع من غير ان طبعا. فوخي اسبوع ومناط، دي غلط ودي غلط ودي غلط، يبقى الاجابه تاج. حلتها ازاي؟ في بتعمل اكوزاتيف، مناطن في الضطيف وطاجن في الضطيف، طلعناهم بره، فاضل فوخي. فوخي ده اسبوع وطاجي ايام. طب ليه خدت ايام؟ عشان كلمه ثلاثه. بيقول له قول لي متاسف، هل التصوير، هل عدد تصوير هوايتك؟ قال له ايوه انا ابتديت نقط 4 شهور، ده تصريف ثالث ودي حرف جر هنا الجمله لطيف، يبقى فوا من 4 شهور. ام يبقى فن. اللي بعديها هل اللابتوب ده جديد؟ قال له لا انا اشتريته من فتره. الاجابه اشتريته، يبقى فوق من فتره. الاجابه ايه يا سيدي؟ الاجابه فوق. طب ليه مش زيت؟ عشان الجمله ماضي. اللي بعديها بيقول له ماذا تفضل ان تفعل في وقت الفراغ؟ قلنا في غايت سايت وفوخه ونخت، الليل ووقت الفراغ والليل ووقت الفراغ والاسبوع بياخدوا انديا لان اداتهم دي. اللي جايه الاجابه فيها فيا نسال بفير في لانج، لاي مده انت محتاج هذه الغرفه او انتم محتاجين. جميله. ابريل لوحده شهر بياخد ام، لكن دي 3 ابريل تاريخ، تاريخ، يبقى الاجابه ام. اللي بعديها بيقول له متى الجيم مفتوح؟ قال له من كذا الى كذا، من يوم الاثنين ليوم الجمعه فن. اللي بعده فيرين، حلوه جدا، قلنا فيرين الاجازه كلمه بلورال جمع، يبقى اندين في الاجازه انا بلعب رياضه كتير. ميد فوخ، ميد فوخ يعني الاربع، الاربع يوم من ايام الاسبوع تبقى ام.
ما قال لي الاربع الماضي او القادم، هي الاربع، الاربع اللي فات كان عندي ميعاد عند الدكتور. اللي جايه بيقول له متى كنت، متى كنت في فين؟ قال له فوا. فعش اقول له متى كنت، اقول له في خلال سنه. اللي جايه بيقول له متى ذهبت الكورس اول مره؟ قال له انا من سنتين. ايش هابي اس فوا زفاي ياغن تسين تاجي بزوخت، 10 ايام. حلوه جدا، حلوه جدا. طبعا الناس هيقول لك بزوخت ده تصريف ثالث، والناس تجري تختار مين؟ فوا. يا حبيبي فوا وزايد بيعملوا دطيف، دي قال تاجي ولا تاجن؟ تاجي بس، يبقى دي اكوزاتيف. انا من سنتين رحت 10 ايام الكورس ده. الجمله اللي جايه الاجابه فيها ان وراها زمن تبقى فن. اللي بعده بيقول له اقدر استلم العجله امتى؟ قال له ابتداء من الحد بالليل. اللي جايه بيقول له ان اينر فيرت شتوند، انا جاوبتها وانا بقول في خلال ربع ساعه القطر هيجي. سبتمبر دي يعني شهر سبتمبر، الشهور بيجي معاها ايم. الاستاذ نادر كان عنده اجازه تفاي فوخن، حلوه تفاي فوخن، كان عنده اجازه لمده اسبوعين. اللي بعديها زايد ما بتجيش مع الماضي. اللي جاي النخ بتعمل دطيف داس فوشتوك، اداته داس والداس تبقى ديم. باي حلوه جدا بتعمل دطيف، هي دي امتحان ولا امتحانات؟ امتحانات، يبقى دين. ابتداء من النهارده انا لازم اكون في ميعاد المظبوط. ابتداء من، كل مره انا باجي متاخر فيا ابني هتيجي بدري امتى؟ ان شاء الله ابتداء من بكره انا هاجي في الميعاد. بيمكن ليش يعني بالضبط في الموعد المحدد. نقط رحلة الطيران مش مسموح بالتدخين، بعد، قبل، يا عم أثناء. الإجابة فيها نخ فنف تاج في لانج، كم المدة اللي هتقعد؟ قالوا لسه قدامنا 5 أيام. والدايا بيشتغلوا كل يوم، حلوة جدا، حتى الساعة 2 بيس. الجملة اللي جاية بيقولوا رحلة الطيران الشخص لازم يختم الجواز، حلوة جدا، دي معناها يختم ودي جواز السفر، يبقى ايه بعد رحلة الطيران؟ يا عم فوا فوا قبل الرحلة. اللي جاية بيقول له زامستاك بيس من كذا. فان ماخس دو ايما، قال له في نص السنة هل بيارس فيرين، يبقى الإجابة ان دين. تا 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 تا. هو يعني الجملة رقم 12 دي الصراحة تنفع حاجتين، بيقول له نقط رحلة الطيران الشخص ليختم جواز السفر، وانت خارج من البلد اللي انت خارج منها بتختم جواز السفر، وانت داخل بتختم طبعا. فجملة كانت تنفع نخ وتنفع فور يعني، بس هنا الأوقع في الجملة دي فور. الجملة اللي جاية بيقول له خلاص تامر عنده في خلال شهر امتحان مهم. ان حرف جر بيعمل دطيف، مناط شهر اداته ديع، الضيف الدطيف ديم، يبقى اينم. في زايد يبقى نسال بزايد فان او في لانج، اهو زايد فان. اللي جايه امتى عملت الدبلومه بتاعتك؟ قال له في اغسطس اللي فات، اللي جابه ام. اهم حاجة يا ابني، اهم حاجة في كل المواد، كنت علمي كنت ادبي، حضرتك لازم تحل كتير، تحل كتير من كل الكتب اللي موجودة، من كتب اللي شغال فيها مع الاساتذة الافاضل اللي انت شغال معاهم، وتجيب كتب من بره وملازم وشيتات وتعيش مع نفسك، لازم تحل كتير. اللي جاي بيقول له نقط الاكل ما نتكلمش، الاكل ده اداته دص، الدص في الضطيف ديم تبقى بايم. اللي بعديها البنت عندها كورس انجليزي لغاية الساعة 3 حتى بس. بيقول له مسدو يتسنخ هاوزة، لازم تروح البيت دلوقتي؟ قال له أيوة، نقط الساعة 9 لازم أكون في البيت، بابا قال كده. حلو قوي، زاجن ده قلنا بيجي معاه زولن، بابا قال قبل 9 تكون في البيت، قبل 9 تكون في البيت، وإلا روح مطرح ما كنت. اللي جاي بيقول له فان كان إيش مال ميت ديا اشبريشن، اقدر اتكلم معاك؟ انا بضحك على 9، 9 دي بدري قوي طبعا، الناس دلوقتي يعني متقدمين، 9 ايه وروح مطرح ما كنت دي. بيقول له اقدر اتكلم معاك امتى؟ قال له اتصل بيا
اتصل بيا في المكتب ابتداء من الساعة 5، انا عندي وقت فاضي. قال له اوكي لغاية الساعة 5. فين فوق جيت اسكت قبل 5 وبيقول له اتصل انا بكون ابتداء من الساعة 5. اوكي قوم فين فوق جيت اسكت، هي دي الساعة 5 يبقى كويس. نقف تاني بيقول له اقدر اتكلم معاك امتى؟ قال له اتصل بيا، اتصل بيا في المكتب ابتداء من 5، انا بيبقى عندي وقت فاضي. قال له اوكي الساعة 5 كويس. طب ما تنفعش حتى الساعة 5 قبل الساعة 5؟ بيقول له انا بكون ابتداء من، يبقى قبل ازاي؟ الجملة رقم 22، بابا احنا نقدر نقعد هنا يومين كمان؟ قال لهم اوكي ابتداء من يوم الاثنين. اب اللي بعديها بيقول له فياتسيان، فريتساين دي يعني انتشولدوم، معذره. في لانج هابن زيجي افنت، اكسكيوز مي، حضرتك فاتحين لغايه امتى؟ قال له لغايه الساعه 8. معذره فاتحين لغايه امتى؟ اللي جايه ليون بيقول انا اكون في التدريب لغايه الساعه 10، ثم هنتقابل نقطه التمرين اكيد بعد، مش اثناء التمرين. للاسف كل شرنك يعني التلاجة الجديدة عطلانة. تسوم جلوك لحسن الحظ الجرانتي الضمان، فيو دي حرف جر بيعمل اكوزاتيف. كلمة يا جلتش دي يعني ساري، الضمان لسه ساري لمدة سنة. ده تبص الضص في الاكوزاتيف ما بتحصلش فيها حاجة، يبقى اين. الاجابة ايه يا سيدي؟ اين دي اداه ضص، الضص في الضطيف. لا دي في الاكوزاتيف. مين اللي عمل اكوزاتيف؟ فيها، فيها دي بتعمل اكوزاتيف. اللي جايه بتقول ايه؟ نقط مورجن ابتداء من بكره هيبتدي كورس الخريف للمبتدئين. اب بيقول له كم المده اللي بذاكرها يوميا؟ قال له ساعتين. تجلش تسفاي تاج ولا من الساعه 6 حتى الساعة 8؟ دي 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 4 ساعات من 6 لكذا ابتداء من، دي مش هتنفع. يبقى دول مش هينفعوا كده ولا دول هينفعوا. اللي جاي من بتذاكر قد ايه يوميا؟ من الساعة 4 للساعة 8. واقول له تسفاي تاج دي يومين، يبقى دي برضو مش هتنفع. انا قرأتها على انها ساعتين. اللي جايه فون طبعا. اللي جايه في فوق، فوق دي بتعمل لطيف. اب فارت دي الانطلاق، اداته دي او التحرك. الدي في الضطيف تبقى دي، دي اب فارت. الاسبوع الماضي يبقى فن. متى كان عندك عيد ميلاد؟ الاسبوع اللي فات. بيقول له انت امتى عملت الرخصه؟ في غشاين دي الرخصه. قال له امتى عملت الرخصه؟ طبعا اب فريتاج، في خلال 3 شهور منذ 2015 عام 2015. طب ما بيقول له عملت الرخصه وما ينفعش اقول له في خلال 3 شهور. اللي جايه بيقول له نقط الرحله، انا نسيت الامتعه بتاعتي على الرصيف، يبقى اثناء الرحله. باي. الجملة رقم 7 بيقول له نقط الحفلة، أذهب إلى كارل ثم نذهب معا، يبقى قبل الحفلة هروح مع كارل. الجملة اللي جاية أثناء قيادة العربية الشخص ما يأكلش لأن ده خطر. باي دي. اللي بعديها منذ متى وأنت متزوج؟ فقال له إيش هابي إرست فو، هنا هنا في الهيرات دي مضارع، هنا قال له انا اتجوزت من 3 شهور، يبقى فوا. اللي بعديها بيقول له متى يكون عندك اورلو؟ قال له قبل اسبوع ما تنفعش، منذ اسبوع ما تنفعش، في خلال اسبوع. اللي بعديها كيف يكون الطقس عندكم في الخريف؟ عادة بيكون لطيف يعني. بيقول له أقدر أمر عليك الساعة 10 ولا ده متأخر؟ قال له لا يا حبيبي مفيش مشكلة، المحل فاتح حتى منتصف الليل. طبعا مش هقول هيبقى فاتح ابتداء من منتصف الليل يعني. اللي جاي بيقول له امبارح احنا رحنا الإيفا، هي حلوة، هي تكون منذ 3 أيام عيانة زيت.
طب ما امبارح المفروض نقول فوا. الفعل هنا يا حبيبي مضارع، مش لفارن ولا هاطن ولا تصريف ثالث. الجمله اللي جايه فيه اب يبقى اب فان او فان. اللي بعديها رنطة بتدرس حاليا في مدينه فين بعد الدراسه، قلنا الدراسه اخرها ام يبقى داتها دس، الدس تبقى ديم. اي كلمه اخرها او ام او اخرها نس او اخرها شن او اخرها لاين اداتها دس، فروي لاين ميتشن ارجيفنس النتيجه. معذره، متى يكون الدكتور في البيت؟ قال له لايدر بكره ابتداء من الساعه 8 هيكون هو هنا في الوطن في البيت. الجمله اللي جايه متى يبدا البرنامج؟ قال له نقط 5 دقائق ماخش نل. البرنامج هيبتدي امتى؟ قال له في خلال 5 دقائق. اعمل لك همه يلا يا حبيبي. بيقول له تيجي نروح نتمشى نقط الغدا، مش هتنفع اثناء لان باي بيجي معاها، بيجي معاها باي زائد ديم. اثناء العشاء نتمشى، يبقى فاضل ناخ وفور. قال له اوكي دن هابن فيا زو ثم اوكي، يبقى تيجي نتمشى بعد الغدا. قال له دن هابن فيا زو ريشتش هونجر ناخدين ميتاج اسن كونن فيا ام كمبيوتر شبيل. تعالى نقرا الجمله دي تاني. بيقول له تيجي نقط الغدا نتمشى، قال له اوكي ثم ناكل بقى لان احنا جعانين، وبعد الغدا، وبعد الغدا خد بالك بعد الغدا نقدر نلعب على الكمبيوتر. تعالى نتمشى قبل الغدا، نتمشى وبعدين نتغدى وبعدين نلعب على الكمبيوتر. طبعا الجمله لازم تقراها من الاول للاخر. في هنا فيا وفي اينن، يبقى انت عايز كلمه اداتها دي يار اداتها دس، شتون دي اداتها دي، زيمستر اداته دس، يبقى تاج. حلو قوي. اوفيس لاند الى الريف الى البلد. ساعات تقول للواحد كده انت هتعمل ايه يا استاذ احمد ارسلان في الاجازه؟ انا رايح البلد، يعني انا رايح الارض الطيبه، مسافر الى الريف. يبقى الاجابه عايزين نصغر دي شويه. الاجابه ايه يا سيدي؟ الاجابه اوفيس لاند قلنا الى الريف. اللي جايه بيقول له، بيقول له يا سيدي القطار بتاعنا، على اي حال القطار بتاعنا لديه تاخير. قال له 9 هيتاخر قد ايه؟ قال له ايش فايس نيشت جناو، اعتقد 20 دقيقه. في لانج كام المده؟ مفيش حاجه اسمها، اسمها كام عدد او بيس فان كان قال له بيس. اللي جايه بيقول له كام المده اللي انت محتاجها لعمل الواجب؟ قال له ساعه. كويس. الزو هلب اخت، هلب اخت خد بالك لغايه الساعه 7:30. هنا سال بفي لانج، يبقى الاجابه بيس. اللي بيقول له ايه؟ هاي رامي نقط 30 دقيقه انا منتظر هنا منتظرك. قال له ليه انت دايما متاخر؟ انا منتظر منذ بس زيت. بيقول له انا لازم اشتغل النهارده لغايه الساعه 3 ثم نقدر الساعه 3 نروح نعمل حاجه مع بعض. قال له فكره كويسه. بعد الساعه 3 اللي بعديها بيقول له نقط المدرسه، انا هعمل واجب ثم اكل اتناول الغداء. بعد المدرسه انا هعمل واجب ثم نتناول الغداء. هاي دانا الفني هيكون هنا بعد ناخ ريبراتور، دي اداته دي الدي في الضطيف ديم، ناخ ديم ريبراتور بعد التصليح. اتفقنا هنا الفعل مع زي غوص بياخد دايما اي ان او زند فودن. من فضلك ممكن تنتظر هنا شويه. ايا فعل مع اير بياخد تي او زايد، مفيش زايد يبقى تي. كنت دو يبقى كنتست. حلوه دي. دو يا ابني اقرا، انت واخوك، انت وصاحبك، تبقى انتم، تبقى فوغدت. اللي بعديها فيا فعل مع في بياخد اي ان فوغدن. دراوسن في الخارج في ريحه ليست جيده، لو سمحت اقفل الباب. هنا دو والفعل مع دو بياخد كنتست. من فضلك كنت عايز مصدر، ادفع الفاتوره. قال له ماشي.
würdest du mir Feuer ممكن تديني نار؟ الإجابة geben أعطني. Könnte ich bitte mein Handy jetzt abholen ممكن استلم؟ Karl würdest عايز مصدر. الإجابة aufräumen يرتب. الجو برد. لو سمحت ايه في الدفاية؟ شغل الدفاية. الإجابة انمخ. الجملة بقى قتلت بحثا دنكل يعني مظلم. الدنيا ظلمة او عتمة زي ما قال يحيى. فوردن زي داس ليشت. لو سمحت النور شغل يا عم. الإجابة انمخ مش اطفي يعني. طبعا هي جمل ايه التكرار يعلم الشطار وانا والله لا اقصد اي حاجة. فعلا فعلا مع التكرار المعلومة بتثبت. يا أمي بتعملي إيه في المطبخ؟ فنجان قهوة من فضلك. دان كنتس تدو. كنتس دي عايزة مصدر. فبتقول له إيه؟ كنتس دو بيت ميا أو كافيه. تعملي لي أيضا. الإجابة كوخن. لأن مش اشربي القهوة. اشربي لي القهوة طبعا يعني. يقول لك كوخن يعني يطبخ. يا عم يعمل قهوة يعني. اللي جاي يا رالف مش هنا. قال له يا سيدي عاود الاتصال بيه الساعة 8. الدنيا مالها يا سيدي؟ دفى حر. اعمل ايه في الشباك؟ دي يغلق دي يغلق للآلات ودي آلة موسيقية. حضرتك افنن يفتح. الدنيا دفى الجو حر افتح الشباك. دي انمخ مع الادوات الكهربائية ودي اوس مخن. دي يغلق ودي يفتح. طبعا الناس حافظه يقول لك اوف مخن وتصوم. طب ما افنن زمان وخدت قبل كده فعل اسمه شليسن. يعني ايه شليسن؟ يغلق. كنتست اس تي يبقى دو. ايا يبقى فوغدت. كنتن عايز مصدر. يعمل ايه؟ ينظم بند يعمل فرقه. انا عايز اعمل Ich habe nichts verstanden. أنا مش فاهم حاجة. كنتن زي أليس wiederholen. من فضل حضرتك أنا مش فاهم. أستأذن حضرتك ممكن تعيد مرة أخرى؟ ألي لمبن زند أن. كل اللمبات مالها؟ منورة. لو سمحت اطفيها. الإجابة أوسمخ. اللي بعديها الباب ماله؟ مفتوح. لو سمحت اقفله شليسن. طبعا دي يفتح ودي يفتح ودي شغل للحاجات الكهربائية. فوردن عايز مصدر. من فضلك لحظة انتظر. فارتن فوردن زي ماين فوردن زي ماين اوا في اللايشت. ممكن حضرتك ربما تصلح. طب تعالى نقرا دي. بيقول له لو الجملة ممكن تصلح لي. لا يا عم بيقول له ممكن تكون محتاج. محتاج طبعا دي مش هتنفع ودي مش هتنفع. فبيقول له ايه؟ بيقول له ايه؟ تعال نعيدها بقى. لو خدنا دي ولو خدنا دي هنشوف الاجابه فين. بيقول له ايه؟ من فضل حضرتك ممكن ربما تحتاج الساعه بتاعتي. فقال له ايه؟ للاسف هي قديمه جدا. انا مش هقدر. يبقى ازاي تحتاج؟ واقول له انا مش هقدر. ممكن حضرتك تصلح الساعة بتاعتي؟ لو سمحت ممكن يعني ربما تقدر تصلح الساعة بتاعتي. بعد إذن حضرتك ممكن تصلح الساعة بتاعتي. قال له للأسف مش هتنفع هي قديمة جدا. يبقى الإجابة فودن وتبقى الإجابة ريباريرن. اللي جاية بيقول له إيه؟ من. خدنا من ده بيتصرف زي إيه وإس وزي. وفي الأفعال دي إيه وإس وزي بيتصرف زي إيش. وفي هنا بيت يبقى كنت. ممكن أستعير كتب. الشخص ممكن يستعير كتب. قال له بالطبع يا سيدي. جوتن تاج نهارك سعيد فغو كاترين. اقدر انا النهاردة. كنت عايز مصدر. فور باي كومن. اللي بعديها داليا وند ايش. يبقى فيا فيا بتاخد اي ان كنتن. اللي بعديها فوردن عايزة مصدر. بوخش طبيرا يعني ايه؟ يتهجى. وفوت يعني كلمه. لو سمحت تهجى هذه الكلمه. هلو نينا كنتس دو بيتت سوفوت سوميا. الي تجي لي كومن. اسستش بيت. الوقت متاخر. انت لازم تطفي التلفزيون يا ابني. يا عم انس روح نام. كنتست
اللي بعديها وودن زي بيت اينتيش فيا. لو سمحت ممكن ترابيزه لاربع اشخاص في المطعم، اكيد ريزرفيرن يحجز. النور مش شغال خالص، لو سمحت ارسلوا لنا فني. طبعا شيكن يرسل حالا يا استاذي، حالا يا سيدي. بيقولوا ممكن من فضلك رحلة لأمستردام، بوخن يحجز. كنت نزيد غاي كونسرت كارتن، برضو احنا عايزين مصدر، دي مش مصدر ودي مش مصدر، ومش يكون تشتري الراديو. الراديو هيجي معاه ان مخن واوس مخن. في هنا لوت، الراديو صوته عالي وعامل دوشة، لو سمحت اقفل الراديو، يبقى اوس مخن. اللي بعديها حلوة جدا جدا جدا، بيقولوا من فضلك ممكن تشرح لي الطريق للبنك، يبقى الإجابة اير كليرن، وممكن تبقى بالشرايبن يوصف. الجملة رقم 16، يا علي العجلة بتاعتي عطلانة أقدر. حلوة دي، داينس هي اختصار داين فراد. ممكن استلف العجلة بتاعتك، ممكن اخد العجلة بتاعتك، نيمن. اللي بعديها قال اوكي. اللي جاية فوردن، لو سمحت من فضلك على الايميل بتاعي. طبعا لو الايميل دي اقول له ارسل لي الايميل، بيقول له رد على الايميل بتاعي. شيكن لا، انت فوت رد، اللي هي انصر مي يعني. البوتاجاز مقفول، من فضلك شغلي انمخ. اللي بعديها الجروب عايز ياكل، جعان وعايز ياكل اكل، فارب دافي. من فضل حضرتك اخبر المطبخ، قول لهم اعلمهم. بوتسن دي يعني يلمع وينظف، كوخن يطبخ، اطبخ المطبخ ازاي يعني، كل المطبخ اخبر قول لهم. الجمله اللي جايه بتقول ايه؟ التدخين ممنوع، فوردت. دي متصرفه مع مين؟ مع ايه. طب ليه ما خدناش ايرمان؟ ايرمان دي يعني زوجها، وزوجها دي مفرد، كان قال فورد مش فوردت. اللي بعد كده طبعا بيس شبيتر، أراك لاحقا بيس بلد، إلى الملتقى. بيس دن، بيس دهين حتى ذلك الحين. بيس موجن، إلى الغد. في غاي تاج يعني جمعة. فيا يعني لأجل أو عشان، ومع المدة اسمها آخر واحدة. هنا بيقول له إيه؟ فاسكن إيش فيا زيتون، أقدر أقدم لحضرتك إيه؟ زي كلمة فور بالإنجليزي. كم المدة اللي حضرتك محتاجها للتصليح أو من أجل التصليح؟ أنا بحجز ترابيزة للنهاردة بالليل. أنا عايز أحجز ترابيزة لخمس أشخاص. إيه يا عم اللي أنت عمال تقوله ده؟ الجملة اللي جاية فراو كارولينا، في هنا زي، الفعل مع زي بياخد إيه إن. يار، طالما في يار هنا تبقى إم. طب لو قال التاريخ من غير تبقى إن بس. الإجابة فيها أب تبقى أب فن. يلا يا سيدي. بيقول له الربيع بيبتدي، الجولة ربيع إيه يا عم الحاج؟ الجولة هتبتدي الساعة 6. الإجابة أم. اللي بعديها متى تسافر إلى مدينة هامبورغ؟ يوم الاثنين. قال له أوكي. إن أين يبقى فوخ. ليه؟ عشان أداة دي في الضطيف ديع. هنا إيه دونك المظلم، الدنيا ضلمة، لو سمحت شغل البوتاجاز، الشباك يا عم شغل النور. اللي بعديها ماما بتشتغل كل يوم في المكتب، نقط الساعة 2، الساعة 2:30 بترجع مرة أخرى للبيت، يبقى بتشتغل لغاية الساعة 2. النهاردة الحد، معظم المحلات ربما تكون أكيد قافلة يعني. ليه يا عم؟ أصل إحنا قلنا السبت والحد نهاية الأسبوع، والمحلات يوم الحد بتبقى مغلقة. اللي بعديها يا سيدي الفاضل بتقول ايه؟ نقط أبفارت. أداتها دي بقى الدير، بيقول له الانطلاق، يجب الشخص انه يختم التذكرة برضو، يبقى قبل عشان يسافر. انا قلت لك الجملة دي برضو يعني معلن. اللي بعديها اقدر استلم الكاميرا امتى؟ قال له في خلال نص ساعة. دي أداة هديد، دي تبقى دير. يلا يا سيدي. بيقول له متى ينطلق القطار؟
قال له في خلال 20 دقيقة. إن اللي بعديها اتصل بي مباشرة نقط التصليح بعد التصليح ناخ عشان دي أدته دي. اللي بعديها المحل مغلق. رئيست أب ابتداء من الساعة 10 هو هنا مغلق، يبقى ابتداء من الساعة 10 هيكون مفتوح. أوف المحل مش حاجة إلكترونية. اللي بعديها أخويا بيدرس في برلين لمدة فيها. لا لازم أعيدها دي. الجملة رقم الجملة رقم 4 بيقول له أخويا بيدرس في برلين زيمسترن، يبقى في هنا إن، يبقى منذ زيت. طب ليه ما تاخدش فور؟ عشان فور دي درس، هو لسه بيدرس من وما زال بيدرس. هنا في إيش تبقى كنت. من فضلك اتصل بمكتب تأجير السيارات أنغوفن. اللي بعديها إن أينر يبقى فن. في لانج كم المدة التي تعملها كل يوم؟ قال له أنا بشتغل 6 ساعات لكن نقط الاثنين 7 ساعات. أم منتج لكن يوم الاثنين. اللي بعديها بيقول له كل يوم بشتغل 6 ساعات بس يوم الاثنين. يوم الاثنين كم المدة بتشتغلها؟ 6 ساعات لكن يوم الاثنين 7. في هنا كنت دي عايزة مصدر. جميل. كلمة تغمين موعد اهي ما بيجيش معاها فريشتين، يفهم بيجيش معاها اب هولن. فاضل اب زاجن دي معناها يلغي، خدناها في الدرس اللي قبل اللي فات. وفرشيبن يأجل، في هنا ايه؟ اوف، انا عايز أأجل الميعاد لبكرة. يبقى الدروس ربطت بعضها، اقدر أأجل الميعاد لبكرة. اللي جاي بيقول له هلو مارك انا لازم اذاكر لغاية الساعة 3. دا كونين فيا ابتداء من الساعة كذا. بيقول له يا مارك انا لازم اذاكر لغاية الساعة 3. احنا نقدر بعد الساعة 3 نعمل حاجة. الاجابة ناخ. اللي بعديها هير هارتمان ودر هارتمان براوخت داس اوتو، هو محتاج العربية لمدة يوم. اللي جاية ان بيرن بلاي بيش، في هنا بيس يبقى الاجابة فن، صح كده؟ الجملة اللي بعديها بيقول له ايه؟ بيقول له احنا هنتقابل الساعة 7. بيس شبيتر، سي يو ليتر، اشوفك بعدين، مع السلامة. شتوندن حلوة جدا جدا الفكرة، تبقى دغاي. طب لو قال شتوند بس كنت قلت ان اينا. عيلة العيلة هتسافر لمصر في خلال 3 اسابيع، الاجابة ان. في لانج كم المدة التي تبقوها هنا؟ قال له ربما حتى الجمعة الجاية. بس عشان في لانج، طبعا في ناس يقول لك الجمعة بتاخد ام، يا عم الحج في لانج. اللي جاي بيقول له متى تشرب قهوة؟ قال له نقط الغداء، هنا الإجابة بعد الغداء. تقريبا بتشرب قهوة امتى؟ اللي جاية إن، قلنا السنة من غير يار تبقى إن بس، لأن اللي عدد وعدد ملوش أداة. متو غاد بيقول له حضرتك أقدر أنا النهاردة أستلم أقدر أبيع الموتوسيكل بتاعي؟ قال له أنا محتاجه. أقدر أنا أصلح وأنا اللي هصلح؟ أنا وديته للتصليح فبقول ممكن أستلمه النهاردة عشان أنا محتاجه. الجملة اللي جاية بتقول إيه؟ قال له للأسف الراجل اللي رد قال له إيه؟ التصليح لسه ما خلصش. اللي جاي بيقول له فان موست دودي تابلت النيمن، أنت إمتى تاخد الأقراص؟ إمتى تاخد الأقراص؟ مالها الشاشة؟ المهم يعني. قال له يا سيدي نقط العشر دلوقتي، في هنا ديم فما تنفعش باي ديم، يبقى قبل العشر. اللي بعديها فوخن اند حرف الجر اسمه ام.
بيقول له دينيس تاج مخي ايش اينن دويتش كورس ابتداء من سارة. انا مش محتاج النور خالص، لو سمحتي اطفيه اوس، انا مش محتاجه، خد بالك من الكلام. الجملة اللي جاية بتقول انا من سنة عملت كورس لغة كان رائع فوع. اللي بعديها بيقول له ايه، من فضلك انا عايز ترابيزة لخمس اشخاص، احجز ترابيزة لخمس اشخاص تبقى فيها. ناق حرف جر بيعمل لطيف اوبر، الاوبرا اداتها دي تبقى دي بعد الاوبرا، هنرجع مباشرة الى البيت. الجملة اللي بعديها في ايه فعل معايير بياخد تي فودت. الجملة اللي جاية سيدي بيقول له نقط الفطار، طبعا ينفع قبل الفطار وبعده أثناء. عشان اختار ناخ لازم يكون في ديم، عشان اختار فور لازم يكون في ديم، يبقى اختار حرف مشبوك فيه الأداة تبقى بايم. الجملة اللي جاية بتقول ايه يا ساتذة، بيقول له ليزا انا عندي صداع فوردست دو كايني موزيك مع. حلو قوي. دلوقتي موسيقى دي تسو مخن او في مخن، ما تشغليش الموسيقى. الجملة يعني بتقول ايه يا سيدي، بتقول لها ستي يا ليزا انا عندي صداع، انت بعد اذنك كده ما تشغليش موسيقى، في هنا كاينة الاجابة او في مخن، تفتحي الموسيقى. طبعا ما تنفعش تسو مخن لاننا في كاينة. الجملة اللي بعديها بتقول ايه، متى وصلت باريس، قال له من اسبوع فوا. اللي بعديها ماذا تفضل ان تفعل في المساء، ام الراديو ربما يكون مفتوح، قال له لا هو مقفول. ابر كارل شبيلت موزيك، هو مقفول بس كارل بيعزف موسيقى. بغيف الخطاب ولوت يعني بصوت عالي، فاقول له ايه، اقرا الجواب بصوت عالي لان انا مش قادر اسمع كويس. شنيل بابا بسرعة، كم تعالى في خلال اسبوع، في خلال دقيقة المباراة تبتدي. بابا بسرعة المباراة تبتدي. ايش كم مشون، ماشي خلاص. زايد بتعمل ضطيف، يار سنة داتا دس، الدس تبقى ديم تبقى اي نم. النهاردة ان شاء الله مصر هتلعب مع غانا، ويا رب كده يلعبوا ماتش احسن من الماتش اللي فات، يعني عشان يعني مش فاهم انا الدنيا ماشية ازاي. بيقول له هذا هو هير زوتر، نقط الحادثة هو رجع كويس بعد الحادثة، قبل الحادثة اس جيت ايم فيدر، فيدر دي يعني مرة أخرى، قبل الحادثة يا عم بعد الحادثة يا عم. في سويسرا هنبقى لغاية يوم الاثنين بعد الظهر، حتى في هنا مصدر وفي بيت وفي زي، يبقى كنتن. بيقول له أنا معايا اشتريت ساعة منذ ايه يا عم، منذ شهرين، لكن للأسف نقط ثلاث ايام وهي ما بتشتغلش. منذ زيت، طب ليه ما قلتش في هنا طاجن لطيف، يبقى الإجابة ايه يا سيدي. بيقول له انا اشتريت ساعة من شهرين، لكن من ثلاث ايام، منذ ثلاث ايام وهي مش شغالة. الجملة اللي جاي بيقولوا نقط المباراة نتسوق بعد المباراة. ريشتي يعني شم، بيقولوا هنا في ريحة مش كويسة، لو سمحت الشباك. هنا يبقى افتح. اللي جاية بيقول له احنا تعرفنا على بعض في الصيف، يبقى منذ متى وانتوا اصدقاء. حلوة قوي 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 الجملة دي، بقالكوا قد ايه اصحاب، قالوا احنا تعرفنا على بعض في الصيف. تستغرق الجولة بتاعت المدينة، قال له لغاية الساعة 10:30 بيس فن. اللي بعديها ماذا تفعل في الاجازة، ماذا تفعل؟ متى يكون عندك أجازة؟ قال له في الشتاء، حرف الجر بيجي مع الشهور والفصول والسنة. الجملة اللي جاية بابا العجلة بتاعتي قديمة، لو سمحت ممكن ليا عجلة جديدة اشتري لي.
ايه مية دي هناخدها الدرس اللي جاي تشتري لي ليه مية يعني. اللي بعديها بيقول له متى يريد ان يذهب تيمو الى اخصائي البصريات. حلوة قوي قوي قوي. الساعة 7:15 حرف الجر مع الساعة اسمه ام. الجملة اللي جاية الناخ تريننج دي اداتها دس تدريب التنس اداته دس الدس الضطيف ديم. اللي بعديها ليبي شولر اعزائي الطلاب حبايبي الحلوين مخت بيت دي بيوشا اوف افتحوا كتب على صفحة 8 صح كده. افتحوا كتب ما هي مخت اوف زيت اخت وند ليست دين ديالوج. هي جملة محلولة اصلا. الاجابة اوف هي كان الاختيار هنا اوف زيت اخت اوف. ايوة افتحوه على صفحة 8 الفعل اسمه اوف مخن. ام حرف الجر اللي بيجي مع الشهور والفصول والسنة تبقى اوجست. سيلفيا است مير كالت بتقول لها انا بردانة. كنت سدو داس فينستر تو مخن لو سمحت اقفلي الشباك. قالت لها فيزو ايه يا ستي كل الشبابيك هنا فيه. حلوة جدا تسو. طيب هنا قالي يعني كل الشبابيك يبقى زند مغلقة. حلوة جدا. الجملة اللي بتقول ايه اللي جاي بتقول ايه بيقول له اخيرا وجدت وظيفة. ابتداء من بكرة انا لازم اصحى بدري. ابتداء من اب موج. اللي جاي بيقول له ايديا تؤلمني. كنت دو ديزي ايميل اكيد مش خايبن. اللي بعديها في لانج هاس دو داين التر نيشت جزين بقالك قد ايه ما شفتش بابا وماما في خلال ثلاث. يا عم الكلام ده مش هتنفع. وفي لانج منذ ثلاث. قول لي يا كارل عملت الجوله. قال له قبل سنتين. متى عملت الايه؟ عملت الرخصه. شو غشين اقرا يا عم. اوليفيا ايش مشت ان روه ليزن. يا ست سيبيني عايز اقرا في هدوء. اعملي ايه في الراديو؟ اقفليه. اوس كم المده التي يستغرقها التصليح؟ قال له ربما لغايه بعد بكره. بيس. متى يصل القطار؟ قال له هل ياتي القطار الان؟ هل يصل القطار الان؟ قال لا في خلال ساعه. بس ايش فارت شون اينر هل بشتون ده؟ دي ايه يا عمي؟ دي ايه؟ دي ضطيف دي مش هتنفع. انا هنتظر في خلال نص ساعه. انا منتظر هنا منذ نصف ساعه. زيت. طب ليه مش فور يا حبيبي؟ دي مش فار. مش فار دي فارتي. قال له ايه ده انا منتظر بقالي نص ساعه. تلاميذ الاعزاء عرفت منين انها تلاميذ؟ من ماينه ومخت. لو كان تلميذ واحد كان قال ماين وكان قال مخ بس امر معدو. يا اولاد بيت اوير هفت. فقال له احنا بنكتب في الكراسه. فيقول لهم ايه يا اولاد؟ مخت بيت اوير هفت اوف افتحوا كراساتكم. فقال له احنا بنكتب في الكراسه. الاجابه اوف. جملتين. المدرس بيقول لهم يا اولاد ايه كراساتكم؟ فقالوا فردوا الولاد قالوا احنا نون الان احنا دلوقتي بنكتب في الكراسه. يبقى اقفلوا الكراسه. يقولوا له احنا افتحوا الكراسه. اللي بعديها من فضلك يا هير بيدرو معذره كده لايدر للاسف سيد بيدرو التصليح ما انتهاش. كنت نزي بيت تسفاي ستوندن سوك غوفن. من فضل حضرتك ممكن تتصل في خلال ساعتين؟ قبل ساعتين؟ اكيد لا في خلال ساعتين. ان تسفاي ستوندن عاود الاتصال بينا في خلال ساعتين. بيقول له سيد بيدرو التصليح ما خلص. حضرتك ممكن تتصل بينا مره اخرى في خلال ساعتين. اللي جايه بيقول له ايه؟ في جين نيكست فوخ ان دي بيرج. الاسبوع القادم ربما نذهب الى الجبال. تيجي معانا؟ قال ما عنديش ماليش مزاج. نقط ثلاث اسابيع انا كنت في الجبال. دي فا من ثلاث اسابيع. يا سيدي يا سيدي.
الإجابة فور. اللي جاي بيقول له التلفزيون مغلق، لو سمحت افتحه انمخ شغله. اللي جاي فاس كان ايش فيو زيتون، ماذا استطيع ان افعل من اجل حضرتك، اقدر اقدم لك ايه؟ قال له نيشت، لا شيء، شكرا. هنا الاجابه قال له بعد الفطار ثم اذهب الى العمل. فان ماخستو اوفت هاوس اغبايت، بتعمل الواجب امتى؟ قال له بعد الفطار. فان اعمال البيت بتعمليها امتى؟ بعد الفطار ثم اذهب الى العمل. اللي جايه بيقول له فراو فايس البرينتر مش شغاله، حلوه جدا جدا جدا. الناس قالوا تلاقي برينتر، يقول لك اختار يا حبيبي ريباريرن. هو هنا بيقول له ايه؟ كنت نزي دين تيشنيكر انغوفن، ممكن تتصل بالفني، تتصل بالفني مش تصلح الفني. بيقول له متى نذهب الى ماركوس؟ قال له بعد الدراسه، الدراسه اداتها دي بتبقى دين. بص انا محتاج عربيتك لمده يوم، كان ايش اس بيت موجن، ممكن اخليها معايا لغايه بكره؟ قال له يا عم اوكي. متى ينبغي ان انا اتصل بحضرتك؟ قال له في خلال 20 دقيقه ولا قبل 20 دقيقه ولا 20 دقيقه؟ طبعا دي مش هتنفع ودي عايزه في لونج، يبقى الاجابه في خلال. اللي جاي بيقول له احنا ما عندناش لبن في البيت خالص، انت روح السوبر ماركت، في هنا دو وفي بيت ومصدر وردست. هير كارل كنتن زي بيت باي دير اوتو فير ميتنج انبوف، ممكن حاجه تتصل بمكتب تاجير السيارات وليا عربيه بي ام لمده 3 ايام. الاجابه ايه؟ بشتلن، تطلب لي حاجه اسمها ينظم لي عربيه بي ام ولا يشتري لي، هي دي تاجير مش شراء. قال له ناين داس جيت لايدر جرادين، مش هينفع دلوقتي. المهم يا سيدي بيقول له ايه؟ بيقول له ايه يا عمر؟ بيقول له ايه؟ الجملة رقم واحد بيقول له احنا هنحل على طول. يا عمر الناس بره عماله تضحك، ايه يعني فاتحينها ايه؟ يعني مش عايز اقول ديسكو بقى ولا ايه؟ احنا هنبتدي من اول المواقف، الجزء اللي فات ده بقى ان شاء الله هنشيله يعني عشان تبقى توريها لهم كده وانت بتعمل مونتاج يعني. الجمله رقم واحد في المواقف أبفن، ابتداء من امتى؟ يبقى انا بسال عن ترمين الموعد. اللي بعديها صاحبك عايز يشتري، بيشتري نظاره، ماذا توصيه؟ هتوصيه بايه؟ هتقول له ايه؟ يا عم عايز اشتري نظاره، روح لي عند بتاع النظارات. اللي جاي انت موجود في الفندق وعايز تخبر المطبخ بحاجه، هتقول لهم الجروب بتاعنا حوالي الساعه 10 عايز ياكل اكل دافي. طبعا الفندق يقع، من فضلكم عايزين موسيقى لايف؟ يا عم ايه، عايز نعمل فرقه. البوتاجاز مش شغال وانت بتتصل بخدمه العملاء دو روفست، هتقول لهم ايه؟ كل حاجه تمام، انا عندي بوتاجاز جديد. يا راجل الفني هيبقى عندك في خلال ساعه، من فضلكم ممكن ترسلوا لي فني. اللي بعديها صاحبك عمل اجازه في مدينه برلين، صاحبك عمل اجازه في مدينه برلين، ففين السؤال؟ هتقول له ايه؟ تساله تقول له ايه؟ داين فرويند، هتقول له في فار اس ان برلين، كيف كانت الدنيا في برلين؟ دي اين كانت اجازتك؟ واللي جايه متى؟ واللي بعديها فو في لستدو، صاحبك عمل اجازه في برلين، هتقول له كيف كانت برلين؟ هتساله تقول له ايه؟ الاولانيه بيقول له كيف كانت الاجازه بتاعتك؟ هو محدد هنا في برلين. اللي بعديها من يكون على التليفون، متى تقول ذلك؟ لما تيجي شخص ما يتصل بيك، دي يحيي ودي انت محتاج كاميرا وانت بتقابل حد في الشارع. اين التر مان، راجل كبير راجل عجوز واقف في الشارع وشايل شفير طش، خدنا شفير دي في الالماني تنفع صعب او ثقيل، شايل شنطه ثقيله ومش قادر تراجن، قلنا تراجن في الالماني دي اشتراجي ماينياك يعني انا مرتدي الجاكيت،
واشتراج ما ينطش انا شايل الحقيبه. Was sagst du ihm? What did you say? هتقول له ايه يا عمو؟ تسمح لي اساعدك؟ ظرف ايش؟ ولا تقول له ساعدني انتهبل؟ الراجل شايل شنطه تقيله، بتقول له تسمح لي اساعد حضرتك؟ ظرف ايش؟ ان هيلف. اللي بعديها، العجله بتاعتك عطلانه، اطلب بشكل مؤدب. Was sagst du? Wurden. من فضل حضرتك ممكن تصلح لي العجله؟ الموسيقى صوتها عالي عامله دوشه وانت عايز تذاكر، هتقول لاخوك ايه؟ اطفي الراديو اهي. اللي بعديها بيقول له في خدمه الصيانه او التصليح، بتسال كم المده اللي انت محتاجه للتصليح؟ حلوه قوي قوي قوي. اي اجابه لا تناسب، انت سالتهم انتوا محتاجين للتصليح ايه؟ فقال لك لغايه بكره، يبقى دي تنفع. ربما يومين او ثلاثه تنفع. اللي بعديها بيقول له ايه؟ فيا هابن بيس. دي اللي فوق بيقول له احنا، انا ما اقدرش اقول دلوقتي، لكن مش هتنفع خالص. ما ينفعش يقول له كام المده اللي انتم محتاجينها للتصليح، يقول له احنا فاتحين لغايه الساعه 8 بالليل. محتاجين قد ايه للتصليح؟ احنا فاتحين لغايه الساعه 8. الكلام مش ماشي اصلا. يلا يا سيدي، بيقول له شخص ما بيقول احنا بنشتغل كل يوم من الساعه 12 للساعه 8، يبقى هو بيتكلم عن مواعيد العمل. يلا، بيقول له انا عايز استلم عربيتي النهارده مره اخرى. استدرينجند، انا عايز اخد العربيه النهارده. هذا يعني ان انا عايز اشتري عربيه ضروري، ولا العربيه فين؟ في الصيانه. دي ميتين يعني يستاجر، وفي الكوف يبيع. انت بتتصل بالمطعم، اي اجابه تناسب اي سؤال يناسب ذلك. انت بتتصل بالمطعم، هتقول لهم من فضلكم ادفعوا الفاتوره، ولا احجزوا لي رحله طيران، ولا ابعتوا لي الكتاب او الايميل، لو سمحت احجزوا لي ترابيزه لثلاث اشخاص. اللي جاي بيقول له من فضلك افتح الشباك. ما اسم الاجابه؟ ممكن تفتح الشباك، ممكن، يبقى اقول يا اما يا يا اما ناين. حلو قوي قوي قوي. الاربعه من حيث الشكل ينفعوا. حضرتك هل يعني مضيء؟ افتح الشباك. قال له ايوه، الجو الدنيا منوره، افتح الشباك. لو تعالي مش هتنفع. فاضل دي، فاضل دي. الدنيا برد، افتح الشباك. يا عم الجو حر، افتح الشباك. بيقول له ايه الاجابه اللي تناسب؟ هاي بيتر، هنا يتحدث تيمو، معاك تيمو. في جيتس، كيف حالك؟ داس هايست. هاي بيتر، هير ايست تيمو، عامل ايه؟ ازيك يا بيتر؟ تيمو معاك، عامل ايه؟ هذا يعني ان تيمو بيتكلم بسرعة، ولا تيمو بيكتب ايميل، ولا تيمو ايست ميت بيتر او في ديرش تراسي. يا عم بيبتدي مكالمة. اللي بعديها، انت مش تست اين سيجاريت امخن، عايز تولع سيجارة. فازاجس دو، هتقول ممكن اطفي السيجارة؟ اديني يا عم ولاعة فويا. اللي بعديها، هي غاف كومت غادي فارتن زي بي تي اي مومنت، من فضلك انتظر لحظة. السيد غاف جاي حالا. شخص ما بيسأل هل هي غاف هنا، او اقدر اتكلم مع السيد غاف؟ اهو فوهير. يا عم يا عم يا عم، وظيفته ايه؟ باي بريلين لوتس، عند بتاع نظارات اسمه لوتس. الموظفة كوندن، العميل، العميل عند محل رقم 8، عند محل نظارات لوتس. الزبونة بتقول ايه؟ جوتن تاج، بتصلحوا نظارات قديمة؟ فقالت لها لايدا ناين. نو فقط، نويا فكوفا، بنبيع جديدة او بنبيع نظارات جديدة. ال 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 النضارة بتاعت الزبونة أو العميلة كابوت مكسورة، ولا يبقى إيه يا عم؟ فون كوتسونير تزيد جوت. اللي جاية بتقول إيه؟ باي بريلين لوتس كان من ألت بريلين ريباريلين، الشخص ممكن يصلح نظارات قديمة. آخر واحدة بتقول إيه؟ الزبونة محتاجة نضارة جديدة. يبقى هي بقى إيه؟ النضارة بتاعتها بايظة، يعني مكسورة.
نظارة العميلة است كابوت، يعني مكسورة أو قديمة أو بايظة. طب اللي جاية بتقول إيه؟ بيصلحوا نظارات قديمة، هي مش بتصلح. واللي بعديها هي محتاجة نظارة قديمة أو محتاجة نظارة جديدة. طيب 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 إحنا هنوقف كده، أنا تعبت. هنعيد إن شاء الله من رقم 8. عند محل نظارات اسمه إيه يا عمر؟ اسمه لوتس. بتقول الزبونة نهارك سعيد، من فضل حضرتك بتصلحوا نظارات قديمة، يبقى النظارة بتاعتها قديمة. قالت لها نهارك سعيد، للأسف إحنا بنبيع جديد بس. هذا يعني إن النظارة مكسورة، هي قديمة أصلا. النظارة شغالة كويس، يعني إيه يا عم؟ اللي بعديها بتاع النظارات أو الست بتاعت النظارات دي بتصلح نظارات قديمة؟ لا، يبقى التانية لازم محتاجة نظارة. أنت في المطعم وشميت حاجة ليست جيدة، فازاجزدو ماذا تقول؟ ها أوبر جرسون، هور أوبر دي يعني جرسون أو متر، أين بيت طلب من فضل حضرتك، رجاء لو سمحت إيه؟ شغل الراديو، شغل النور، دول مش هينفعوا. فاضل ايه؟ جاب لنا يا عم الحاج، افتح الشباك لو سمحت. صديقك اشترى برينتر طابعة جديدة لكن ما يعرفش كيف يشغلها. هقول له اقرا دليل الاستخدام. اللي بعديها يلا يا سيدي، بيقول له ايه؟ صديقتك او زميلتك بتقول عربيتي ما بتمشيش خالص. هقول لها اتصلي بالميكانيكي. طبعا اللي بعديها كام المدة اللي محتاجها للتصليح؟ انت بتسأل عن المدة. اللي بعديها فقط 30 يورو، يبقى فلوس كوستن. اللي بعديها نهارك سعيد، الكاميرا بتاعتي للأسف عطلانة. وراح سأل سؤال، قاله بالطبع. ايه سؤال يناسب؟ هل بتصلحوا كاميرات؟ هل تصلحوا كل الماركات؟ عندكم موبايلات جديدة؟ الإجابة طبعا بتصلحوا كل الماركات. بإندست يعني ينهي، أنت تنهي تليفون جيش بغيش، يعني إيه؟ يعني محادثة تليفونية. بيس بلد، إلى الملتقى، أو فيدر زين، أشوفك مرة أخرى. كان إيش أقدر أكلم؟ هتقول له إيه؟ شكرا، وبعدين شكرا أو فيدر غيون، أسمعك مرة أخرى. اللي جاية لو سمحت ممكن تحجز لي رحلة طيران إلى مدينة أولم لبكرة بالليل. اس دغنجد، يبقى انت بتشتري تذكرة دخول ولا تذكرة سينما ولا فار كارت؟ دي تنفع ودي تنفع، بس هنا قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له ايه؟ فلوك، يبقى فلوك كارت او فلوك تيكت. لو سمحت عايزك تنظم لي حفلة كده، تعمل لي بند كده، بس انا عايز موسيقى لايف. يبقى انت بتحب الموسيقى اللايف ولا انت هتعمل عايز تعمل حفلة في فندق، ولا انت بتبحث عن غرفة في فندق، ولا انت بتتصل بخدمة تأجير السيارات. بيقول كنتن زي اين جوت باند اورجانيزيرن ابا بيت كاينه. كاينه حلوه حلوه حلوه، كاينه. يبقى انت بتفضل سماع الموسيقى اللايف؟ لا، بيت كاينه لايف موزيك. يبقى الاجابه انت عايز تعمل حفله في الفندق. طبعا الاجابه دي. اللي بعديها اختونج، اختونج اللي هي اتنشن بليز، انتباه ليبي جست، ضيوفنا الاعزاء. العشاء جبت اس نيشت ام ريستوران، مش في المطعم زوندرن، بل على حمام السباحه. شونن ابند، مساءكم جميل، يومكم جميل، اند جوتن ابيتيت، وبالهنا والشفاء. الساده الضيوف، الساده النزلاء، العشاء النهارده مش في المطعم، العشاء على حمام السباحه. جوتن ابيتيت، بالهنا والشفاء، واتمنى لكم مساء سعيد. انت ده سوتيل هات كاين ريستورا، الفندق ما فيهوش مطعم، اليوم
مفيش عشاء للزباين. يا عم ازاي العشاء في إمر زي كل يوم حلوة قوي قوي، في إمر as usual يعني في حمام السباحة، الضيوف النهاردة هيتعشوا او الزباين هيتعشوا في او على حمام السباحة. اللي بعديها دو جيبست اينخيشت اوف ديم انروف بانتفورتر، انت جيبست تعطي يعني تترك، بتسيب رسالة على جهاز الرد الالي اللي هو الانسر ماشين، هتقول لهم ايه؟ فازا جسدو، من فضلك عاود الاتصال بيا الساعة 7 انا بكون في البيت، دي او فيدر هيرن، ودي متى امر عليك، ودي انا عايز اترك رسالة. لا اله الا الله رسول الله. فين سارة بتقول جوتن تاج، هل الاستاذ هوبر هنا؟ قالت للأسف هو لسه ما جاش، انت تقدري تعاودي الاتصال بيه بعد في خلال 20 دقيقة. قالت لها دانك زيا. يبقى داس هايست هذا يعني انه جه من 20 دقيقة، ولا سارة دي السكرتيرة بتاعت بتشتغل سكرتيرة، ولا السكرتيرة بتطلب بيتت من سارة ام روك روف معاودة الاتصال، ولا هير هوبر بيتصل بسارة؟ اول حاجة مين اللي بيسأل؟ سارة. والسكرتيرة قالت لها عاودي الاتصال، يبقى السكرتيرة تطلب من سارة معاودة الاتصال. اللي بعديه بيسي شبيتر، دان بيسي شبيتر اوكي يعني، يبقى بتودع حد، بتستأذن من حد، يقول له مع السلام. فير ابريدست يعني يتواعد، يدي حد ميعاد، ودي مش عايز تشوفه ودي عايز تشوفه، انت اصلا هتمشي يا ابني. دي ريشنونج الحساب او الفاتوره، يبقى انت معكش فلوس، ولا انت عايز تطلب اكل، ولا انت عايز محتاج قائمه الطعام، انت محتاج تحاسب فاتوره معاها كلمه بتصالن. صاحبك هيعمل اوس فلوج في نهايه الاسبوع، اقول له فيليش باص، هيعمل رحله، اقول له وقت ممتع. اللي بعديها من فضلك ابعت لي او ابعت الجواب ده حالا، اي اجابه تكون فلش، فلش يعني خطا. فوردن واحد بيقول لي ابعت الجواب ده حالا، اقول له بكل سرور، مش هينفع دلوقتي، بالطبع اللي بتساوي ياه. بيقول له ناين ايش شغاي بكاين بغيف، بيقول له ابعت الجواب ده حالا، بيقول له لا انا مش هكتب جوابات، بيقول له فير شيكن ارسل لي، بيقول لي اي اجابه غلط. اللي جاي انت بتتصل بعمك، ماذا تقول له؟ هقول له مع السلامه يا عمي، هقول له هل عندك موبايل يا عمي، هقول له هاي اونكل هير ايست طبعا، ولا هو اصلا بيقول له انت بتتصل بعمك، تقول له مين معايا على التليفون؟ يا ابني انت بتتصل بعمك، اهلا يا عمي معاك امبابي مثلا. كنت سدو بيت داس ليشت امخ، من فضلك ممكن تشغل النور؟ متى تقول ذلك؟ لما تبقى الدنيا مش منوره. الاجابه دي انت عايز تقرا كتاب؟ ماشي. اللي جايه بيقول انت عايز تنام؟ بيقول له لو سمحت شغل النور. يبقى عايز تنام مش هتنفع، انت مش محتاج نور مش هتنفع، انت شميت حاجه يبقى انت عايز تقرا كتاب. اللي بعديها في خدمه الصيانه انتفورتت، جاوبوا قالوا ايه؟ للاسف مش هينفع دلوقتي، اي اجابه اي سؤال ينفع للاجابه دي. هل 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 التصليح هيكلف كتير؟ كم المده اللي محتاجينها للتصليح؟ من فضل حضرتك تصلح لي الكاميرا بتاعتي النهارده. متى فان جيت اس باي اينن، متى تكون عند حضراتكم فان جيت اس باي اينن؟ هو بيقول له ايه في الاجابه؟ بيقول له دس، الاجابه ما فيهاش لا يا ولا ناين، يبقى اول واحده مش هتنفع. اللي جاي بيقول له انتوا محتاجين قد ايه للتصليح؟ قد ايه للتصليح؟ تمام؟ فبيقول له ايه؟ بيقول له ايه؟ في لانجي، هو بيقول له ده مش هينفع النهارده، ده مش هينفع، ده مش هينفع حالا دلوقتي مش هينفع. فبيقول له يا سيدي كم المده اللي انت محتاجها للتصليح؟ داس جيت لايدر نيشت. اللي بعديها بيقول له ممكن تصلحوا الكاميرا النهارده؟ قال له ده مش هينفع، ده مش هينفع. تمام؟ الاجابه دي. طب ليه ما خدتش الاولانيه؟ لو انا بيقول له هتتكلف كتير، بيقول له لا مش هينفع. كام المده اللي محتاجه للتصليح؟ لا مش هينفع. طب ممكن تصلح الكاميرا النهارده؟ لا مش هينفع. الاجابه دي.
هلو هابن زي هابن زي دي نوما جفلت جفلت يعني اختار لايدر زين في نيشتو تو هاوس احنا مش في البيت was verstehst du بيقول له ايه ein telefon ansage beginnt endet بعد كده بيقول له انت بتكتب ايميل ولا انت بتبتدي رساله على التليفون بيقول له الو الو انت بتتصل بالرقم ده احنا مش موجودين يبقى انت بتبتدي محادثه تليفونيه دي تنهي ودي تليفون انزاجي دي انت تبدا انت هتكلم نفسك تقول الو هتقول لنفسك الو انت اتصلت بكذا يبقى دي بدايه مكالمه تليفونيه رساله تليفونيه مش انت اللي بتبدا اللي بعديها Guten Morgen, könnten Sie bitte drei Uber-Karten für heute Abend reservieren? لو سمحت ممكن تحجزي ثلاث تذاكر الأوبرا النهارده. Leider, للأسف هنا kauft man keine Uber-Karten. هنا مفيش ما بنبيعش تذاكر، محدش بيشتري هنا تذاكر. احنا هنا خدمة صيانة. هذا يعني إن الشخص اتصل بخدمة الصيانة. الشخص عايز ثلاث تذاكر للسينما طبعا لا الشخص يمند هاد فالش نومر جفيلت طب ما اول واحده يمند مشتي جميل جميل الشخص عايز يتصل بخدمه العملاء او خدمه الصيانه لا اللي بعديها عايز يشتري ثلاث تذاكر لا هو اتصل بالرقم الخطا هي دي الاجابه طبعا الكلام حضرتك لو انت ما قريتش هتحل غلط الجمله اللي جايه ايش بين زير مودي انا يعني متعب جدا والله بس قرب الفيديو يخلص بعد المدرسه عندك واجب وانت مش عارف تعمله الون لوحدك ماذا تقول لمامتك هتقول لها التمارين دي سهله وانا عملت الواجب يا عم انت شكرا يا امي انا مش محتاج مساعدتك ايه يا عم قله الادب ده اللي بعديها ايش كان اليس انا اقدر اعمل كل حاجه لوحدي ومش محتاج مساعده امي التمارين ممله وصعبه ورخمه ممكن تساعديني طبعا اقل ما يقال تروح تبوس ايدها ورجلها وتقول لها شكرا على كل حاجه وبتسالها طبعا مش انا مش محتاج مساعدتك شخص ما ساعدك هقول له شكرا اللي بعديها بيت هي اشتيت هنا مكتوب التدخين ممنوع يبقى انت لازم اكيد تطفي السيجاره اللي بعديها انت عايز تعرف مده التصليح ماذا تقول في لانج اللي بعديها الكاميرا عطلانه هذا يعني ان الكاميرا شغاله كويس جدا ما بتشتغلش واللي بعديها كويسه والاردنج على ما يرام يبقى هي دي اعذروني انا بقول بسرعه يعني بيقول له في الفصل الدنيا برد ايوه ماذا تقولي لزميلتك؟ هقول لها اقفلي الشباك واللي بعديها اقفلي الباب واللي بعديها افتحي الشباك واللي بعديها افتحي الباب. اول واحده دي تسومخن دي يعني يغلق. الدنيا برد في الفصل هقول لها ايه هقول لها اقفلي الشباك الدنيا برد اقفلي الشباك طب اقفلي الباب طب ما الباب في الفصل مقفول يعني برضو ما يعني كانت ممكن تقول لها فورتستو بيت دي تيو تسومخ دي افتح الباب وافتح الشباك مش هتنفع هي طبعا اقفلي الشباك وممكن تقول لها اقفلي الباب يعني بس يعني الاوقع اللي فوق. جوتن تاج انت بتقول نهارك سعيد اقدر استلم الموبايل بتاعي النهارده خدمه الصيانه او خدمه العملاء قالت حاجه انا هتصل بحضرتك في خلال 10 دقائق. فاس فيلت يعني ايه الكلمه الناقصه؟ احنا فاتحين حالا التكلفة كتير ولا
انا مش هقدر ارد عليك دلوقتي، انا هتصل بيك بعد 10 دقايق. يبقى الكلمه الناقصه ان انا ما اقدرش اقول لك حالا، هتصل بيك بعد 10 دقايق. اللي جايه بيقول له من فضلك اقفل شغل الدفايه، يبقى الدنيا مالها برد. النور في كل حته، النور شغال وانت مش محتاجه، ماذا تقول؟ اطفي اللمبات او اسمخ. انت تقول نهارك سعيد، انا بعمل اجازه في مدينه ميونخ ومحتاج عربيه مرسيدس لمده اسبوعين. ist das möglich؟ هل هذا ممكن؟ هذا يعني انت بتتصل بخدمه تاجير العجل، ولا انت ميتن، ولا انت شغال في مكتب تاجير السيارات، ولا انت عايز عربيه مرسيدس فير ميتن؟ انت عايز دي يؤجر ودي يستاجر، انت عايز تستاجر عربيه مرسيدس. طيب ودي تنفع؟ عشان بس ايه نقول للناس ايه الفرق بين ميتن وفير ميتن. الجملتين رائعين. ميتن، ميتن يعني يستاجر، وفير ميتن يؤجر. يا عم انا ضعيف في العربي، يستاجر يعني عايز مثلا لو هي عربيه عايز يركب العربيه، انا ما عنديش عربيه وعايز استاجرها، بدور على شقه استاجرها عشان اسكن فيها، تمام. اما لو انا عندي شقه وهاجرها لحد اسمها يؤجر. خد بالك بيقول ايه، انا بعمل اجازه ومحتاج عربيه مرسيدس لمده اسبوعين. الجمله اللي جايه فيها شيء من الفكر كده، بيقول له ايه، داينن، انت عايز تؤجر عربيتك المرسيدس، انت عايز تستاجر. يبقى الاجابه اللي هي طبعا دي، عايز تستاجر عربيه مرسيدس. اللي جايه هلو نينا هير ايست ماما، ماما معاك يا حبيبتي، انا عندي الكوافيره، في خلال ساعه هكون في البيت، ذاكري واعملي الواجب. تفهم من كده ايه؟ نينا بتترك رساله على جهاز الانسر ماشين ولا بتسمع؟ بتسمع طبعا. الام نينا لازم تروح للام في البيت، هي دي يا عم. يلا هقرا الجمله دي وخلاص، دي اخر جمله. بتقول ايه، هلو نينا، ماما معاكي، انا عند الكوافير او الكوافيره، انا هاجي في خلال ساعه يا حبيبتي، ذاكري واعملي الواجب بتاعك. انت تفهم من كده ايه؟ ان البنت اللي تلقت الرساله بتترك رساله على جهاز الرد الالي ولا بتسمع رساله؟ بتسمع. احنا عملنا ايه في الفيديو ده؟ عملنا حاجات كتير، حلينا كل الجمل اللي في كتابها له على المواقف وعلى الجراماتيك. يعني تعبتكم معايا، ويا رب يا رب يعني اكون ساهمت ولو بقدر بسيط كده ان انا اسهل لك حاجه. انت كده عندك 3 فيديوهات، عندك هلو وتيب وجلوبال، على درس 11 ودرس 12 ودرس 10 ماشيين بالترتيب ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله يعني هنحاول الفتره الجايه نحل من كتاب سوبر ستار النسخه الجديده دي، ما حصلتش عليه، كان الكتاب نفذ يعني، بس ان شاء الله هنشوف، بحيث ان احنا نكون حلينا من كل الكتب اللي موجوده بتاعت اساتذتنا واخواتنا. يا رب يعني تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. وزي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، انت حضرتك ان 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 استفدت من الفيديو ده والفيديوهات التانية، يعني بعد اذنك الدال على الخير كفاعله، كما قال صلى الله عليه وسلم، وخير الناس انفعهم للناس. ابعت، شير، اعمل مشاركة للفيديو ده بحيث انه يوصل لعدد كبير من الناس والناس تستفيد، وخاصة ان احنا الفترة دي الناس يعني على الاخر، ومش محتاجين يعني ندفع فلوس بالشكل ده. يا سيدي ادفع في اي حتة وتعالى لم اللي انا بقوله لك ده في محاضرة او محاضرتين، 3 محاضرات، يكون المنهج كله خلص ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معكم حسن عبد العال.